عشرات الآلاف من سكان مناطق شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتهم يتظاهرون في مدينة قامشلي رفضاً لهجمات الاحتلال التركي على سوريا وأقليم كردستان، الذي شهد مؤخراً استخدام أسلحة محرمة دولياً. المتظاهرون حذروا من استمرار الهجمات التركية وتصاعدها، سيما بعد استخدام أنقرة للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني بمناطق حدودية بإقليم كردستان. يعني تركيا لم تتوانى في يوم من الأيام منذ إعلان الإدارة الذاتية عن محاربتنا، وإلى الآن احتلت مناطق كثيرة من شمال وشرق سوريا ومن سوريا بشكل عام، ولا زالت تهديداتها قائمة عبر المسيرات، عبر قصف المناطق الآمنة. ولكن الآن هناك مؤشر خطير، هي استعملت الكيماوي في مناطق الدفاع المشروع في كردستان، وهذا مؤشر يجب أن يقف عليه المجتمع الدولي. جهات حقوقية عدة شاركت في المظاهرة الشعبية إلى جانب ممثلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وأحزاب وقوى وطنية، متعهدة بالعمل على محاسبة النظام التركي المتورط بجرائم وانتهاكات عبر المؤسسات الحقوقية الدولية. شارك بهذه الفعالية، بهذه المسيرة، هي رسالة من اتحاد المحامين من كل الشرفاء في هذا الوطن لإدانة الحرب الشنعاء التي تقوم بها تركيا باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي، ضد المكونات المنطقة. سنقوم بدورنا لأجل وصل هذه الرسالة بكل الفعاليات الدولية، بكل الأنشطة الدولية، وتحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية. شعوب شمال وشرق سوريا انتقدت صمت المجتمع الدولي إزاء الاعتداءات التركية في سوريا وإقليم كردستان، مشددين على ضرورة التحرك العاجل لردع النظام التركي. لا شك بأن استعمال السلاح هو خرق قانوني وفاضح للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وأن استعمال تركيا للأسلحة المحرمة دوليا يجب أن يعاقب عليه حسب القانون الدولي أمام الجهات المعنية. هناك ازدواجية في السياسات الدولية حيال تصرفات تقربات الدولة الفاشية التركية. هي محتلة للمناطق، تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد المقاتلين الحرية، ضد إرادة الشعوب المناضلة من أجل الحرية. حتى في مناطق المحتلة استخدمت أسلحة كيماوية في عفرين، في السريكانية، في العديد من المناطق. رفض وتنديد شعبي واسع من كافة مكونات شمال وشرق سوريا التي تتخذ من الاتحاد والتكاتف منهجا لها ضد كل من يتربص باستقرار المنطقة، محذرة من استمرار الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التركية، صمت يؤكدون أنه يشجع أنقرة على التمادي وتكثيف استخدامها للأسلحة المحرمة دولياً.